السيدات والسادة، أهلا بكم في حلقة جديدة من نبض بلد. كشفت أخبار صحفية أن الزيادة المقترحة على الحد الأدنى للأجور بلغت ما بين 30 إلى 50 دينارا، علما بأن الحد الأدنى الحالي يبلغ 190 دينار. وبحسب التسريبات الصحفية فإن تحديد الحد الأدنى للأجور يتطلب الأخذ بعين الاعتبار عوامل، منها الحد الأدنى للأجور للأجر الشهري الحالي وهو 190 دينار، معدلات التضخم للسنوات التي تلت تاريخ العمل بالحد الأدنى للأجر، ومؤشر الأسعار للسنوات السابقة، بالإضافة إلى خطي الفقر المطلق والمدقع حسب تقديرات دائرة الإحصاءات العامة، وأثر الزيادة المتوقعة على معدلات نمو الاقتصاد الوطني ومعدلات الفقر. ومن العوامل أيضا قياس أثر الارتفاع على تنافسية السلع والمنتجات والخدمات الأردنية داخل السوق المحلي والسوق الخارجي، وأثر الزيادة على كلف الإنتاج والمبالغ والاشتراكات التي يدفعها صاحب العمل عن العامل لمؤسسة الضمان الاجتماعي. كما رأي أجرت المقابلات التالية واستطلعت آراء المواطنين حول الحد الأدنى للأجور. إذا بدهم يرفعوه شايف عم يرفعوه ل 250 أصلاً، يعني ما بكفيش. وإذا بدك حد أدنى للأجور المفروض يكون أقل شيء 500 دينار، وإذا 500 دينار المحلات والمكاتب والمش عارف هذا كلياتهم بضوجي، وبقول لك يا عمي 500 دينار بالضبط إيش معانا. هسا الحد الأدنى للأجور 190 مش كافي، لازم يرتفع أقل شيء يكون كالبلد هاي، أقل شيء لازم يكون 500، لأنه غلاء المعيش كثير. الأجور 190 دينار غير كافيات نهائيا. اللي عنده التزامات، عنده بيت، بده يتجوز، بده يفتح بيت، بده يكون أسرة، يكون يطلع من عند أهله يشتغل، هذا غير كافيات نهائيا. 190 الحد الأدنى للأجور، يعني مبلغ 190 دينار الآن ما بكفي شيء بالنسبة للوضع، ارتفاع الأسعار والغلاء الموجود. ف 240 بالوقت يعني مبلغ معقول. 190 دينار مش كافيات للمواطن الأردني. ليش؟ لأنه أجار البيت عندنا، أقل أجار بيت ببلش بال 200 دينار. والله الأيام هاي زي ما بتعرف إنه كل الأشياء ارتفعت، وهاي الآن ما بكفوا، يعني خاصة في ناس عندهم التزامات كثيرة زي إيجارات بيوت، زي مصاريف مدارس، الأسعار المواد برضو ارتفعت، المواد التموينية، فلازم يرفعوها كمان أكثر من هيك، حرام يعني المواطن اليوم مش ملحق. أكيد الـ 190 دينار غير كافيات، يعني لو بدي نحكي في فاتورة كهرباء وفي فاتورة مية ولا يقل عن 40-50 دينار، شو بدي ظل 150 دينار 140 دينار؟ يعني أطفال المدرسة ما بيقبلوهاش، يعني مش أقل من المفروض يكون مش أقل من 300 دينار. اليوم نناقش المعايير الاقتصادية الناظمة للحد الأدنى للأجور مع ضيوفنا عضو غرفة صناعة عمان فتحي الجربير، مدير مركز الفنيق للدراسات أحمد عوض، وأمين عام وزارة العمل حماد أبو نجمة. حوارنا يبدأ بعد فاصل قصير. اهلا بكم، نبدا حوارنا لهذه الليله. ارحب بضيوفي الكرام، امين عام وزاره العمل الاستاذ حماده ابو نجمه، اهلا بك، شرفنا بحضورك. شكرا. وعضو غرفه صناعه عمان الاستاذ فتحي الجغبير، اهلا بك، شرفنا بحضورك. حياك الله. اهلا. ومدير مركز الفنيخ للدراسات الاستاذ احمد عوض، اهلا بك، شرفنا بحضورك. اهلا بك. اذكر بدايه بسؤال شارك الليله عبر تطبيق رؤيا، والسؤال يقول: هل تعتقد ان الزياده على الحد الادنى للاجور يجب ان تكون 30 دينار 50 دينار ام تعويم الحد الادنى للاجور؟ مرة أخرى سؤال شارك الليلة عبر تطبيق رؤية، السؤال يقول: هل تعتقد أن الزيادة على الحد الأدنى للأجور يجب أن تكون 30 دينار 50 دينار أم تعويم الحد الأدنى للأجور؟ أهلا بكم ضيوف الكرام مرة أخرى. وأستاذ حمادة أبدأ منك، نتحدث اليوم عن رفع الحد الأدنى للأجور، والسؤال: أين يبدأ دور وزارة العمل في ذلك وأين ينتهي؟ شكرا. أولا أشكركم على طرح هذا الموضوع المهم في هذه الفترة بالتحديد اللي احنا بنستعد فيها لبحث هذا الموضوع في اطار اللجنه الثلاثيه المشكله بموجب قانون العمل، وهي اللجنه الثلاثيه لشؤون العمل، وهي المختصه من ضمن مهام اخرى طبعا موكله لها بموجب قانون العمل للنظر في الحد الادنى للاجور ومراجعه الحد الادنى للاجور. اكيد قانون العمل اوجب على اللجنه ان تبحث هذا الامر، وليس وزارة العمل طبعا، اللجنة الثلاثية مشكلة من العمال وأصحاب العمل والحكومة بالتساوي. هذه اللجنة
حسب القانون يفترض فيها أن تراجع بين فترة وأخرى الزيادات أو التغييرات التي تحصل على كلفة المعيشة، ومن خلال ذلك تضع حدا للأجور إذا تطلب الأمر تغييره ومراجعته على هذا الأساس. طبعا إحنا بدأنا في دراسة هذا الأمر بناء على هذه المواد القانونية منذ منتصف عام 2015 العام الماضي، وتقرر بالنهاية بعد تشاور مع أطراف العمل الثلاث أنه نشكل لجنة فنية لدراسة كل الجوانب الاقتصادية والمالية اللي لها أثر وتأثير مباشر على موضوع الحد الأدنى للأجور. وتشكلت لجنة فنية من وزارة العمل والبنك المركزي ووزارة المالية ودائرة الإحصاءات العامة والضمان الاجتماعي ومؤسسات أخرى، وهي تعمل بجد في هذه المرحلة بالتحديد وباجتماعات مكثفة للخروج بتوصيات ويعني أرقام ومؤشرات تساعد اللجنة الثلاثية على اتخاذ قرارها. طبعا اللجنة الفنية هي فقط لتسهل على العملية على اللجنة الثلاثية في النهاية. اللجنة الفنية إن شاء الله قريبا سيكون لها تقرير سيعرض على اللجنة الثلاثية قريبا، ومن ثم اللجنة الثلاثية حسب القانون يجب أن تأخذ قرارها بالإجماع، وهذا بيعني أنه يجب أن يكون هناك توافق ثلاثي من أصحاب العمل والعمال والحكومة على رقم معين، سواء بالثبات أو بالرفع أو بغير ذلك. تجربتنا منذ عام بالنهاية التسعينات إلى الآن كان هناك توافق ثلاثي في كل القرارات اللي اتخذت، منذ كان الحد الأدنى للأجور 80 دينار في البداية، وارتفع الحد الأدنى للأجور إلى 85 ثم إلى 90 ثم 110 ثم 150 ثم 190 دينار حاليا. إلا مرة واحدة كان هناك اضطرينا بسبب الخلاف إلى رفع الأمر إلى مجلس الوزراء صاحب الصلاحية فيما لو اختلفت اللجنة على القرار. هذا الأمر إحنا يعني إن شاء الله سيحسم الأمر، ولا نستطيع أن نتوقع منذ الآن عن النتائج التي ستخرج بها اللجنة من خلال هذا النشاط. واضح جدا. أستاذ فتحي اليوم نحكي عن رفع حد أدنى الأجور، وبصراحة التوقيت مناسب ولا احنا تأخرنا في هذا الملف ولا ما فيش داعي نفتحه اصلا؟ والله هو شوف الوضع اللي احنا فيه محرج، يعني احنا بنعرف هموم المواطن، بنعرف قديش ظروف المواطن ايضا صعبة، واحنا في القطاع الخاص دائما وابدا مع المواطن، ولكن يعني اذا سألت السؤال بوضوح اعتقد انه الوقت غير مناسب حاليا، مش لرفع الأجور، الوقت مناسب تماما لدراسة كل الوضع مع بعض. يعني قضية اليوم الفقر ما بيقضي عليها هي زيادة الأجور سواء كانت 30 أو 40 بين المواطن، في عندنا قضايا كثير حساسة ارتفاع الأسعار بشكل عام، يعني واحدة منهم الطاقة الكهرباء الوقود اليوم 27، احنا بنحكي على 27 اليوم اظن 27 دولار للبرميل، صحيح، وشو انعكاساته قديش انخفض على المواطن الديزل، قديش انخفض كل الأمور الأخرى، قديش انخفضت الكهرباء. احنا لما رفعوا أسعار الكهرباء وارتفعت على علمك من 2010 للآن أكثر من 100% تراكمي، لأنه كل ارتفاعات الكهرباء تراكمية، فاليوم ارتفعت 100% على بناء أو ثبتوا الأسعار أو ارتفعوا الأسعار على أساس البرميل 100 دولار، اليوم إحنا 27. القضايا اليوم اللي لازم نكون بحساسية، وأنا بشكر الدكتور لأنه اجتمعنا أكثر من مرة وهذا القرار بأخذه، الحقيقة ما بدنا ندور شعبيات وندمر بلد، يعني الناس اللي أحياناً بيصرحوا على موضوع وبيصرحوا على انه والله احنا مع المواطن وزي المواطن، يطلعوا على الامور الاخرى عند المواطن، يعني مع احترامي خلينا نكون بشفافيه، النواب في نفس اللحظه اللي بيعانوا بيقولوا احنا لازم نرفع الاجور، وبنفس اللحظه بدوروا على تامين صحي درجه اولى مدى الحياه، بدوروا على رواتب تقاعديه مدى الحياه، بدوروا على قضايا اخرى نفس الشيء. ما شفنا غير موجودين غير ممثلين، لا العفو معلش، ما احنا مين اللي اثار الزوبعه الان؟ يعني احنا بنقول حق الرد في هذا يا سيدي ماشي الحال، لكن احنا الآن أيضا لابد من دراسة المنطقة المحيطة. اليوم الطاقة في الأردن مرتفعة، كل أمور الصناعة عناصر الصناعة مرتفعة، وأنت عندك اتفاقيات تجارية حرة مع أقلها مع الدول العربية، فخلينا نطلع على الأجور في الدول العربية المحيطة، وخلينا نطلع على أسعار الأخرى. إحنا زي ما قلت لك لابد مع المواطن، وإحنا بشكل عام إحنا خوفنا مش كمصانع الكبرى، لا أبدا، إحنا المشاغل الصغيرة، أنا خايف إنه يصير اليوم إحنا عندنا 1600 مصنع أغلق في آخر سنتين، الخوف بكرة صاحب العمل والعامل يكونوا عاطلين على العمل، خلينا نتقاسم اللقمة ولو بالقليل الآن ولا تروح من مرة. إحنا عندنا إغلاقات وعندنا
مستثمر قاعد بهرب لدول في ناس بيقولوا 1600 ارقام تهويليه. انا بعطيك ارقام حقيقيه من غرفه صناعه عمال لم يجدد باخر سنتين لسه مش لغايه العصر لم يجدد اشتراكه في غرفه صناعه. ماذا يعني عدم الاشتراك؟ كم واحد هذول 1600 بسنتين اخر سنتين لم يجدد في عندنا. هذا يعني انه في ناس اغلق في ناس عزوف وانتهى لدول اخرى. اليوم احنا عندنا كثير مستثمرين بروحوا قاعدين على الامارات بروحوا على مصر. اذا بقي الحال على ما هو طبعا مش بس عنصر الاجور, انا بحكيش على الاجور فقط, بحكي على كل عناصر الصناعه الان مع هاي الاتفاقات الثنائيه. اليوم انت عندك الاجور العماله في مصر 100 ومش عارف قديش دولار, في الكويت 200 دولار الاجور الحد الادنى. الحد الادنى لا يعني رب الاسره, حد الادنى يعني لشاب غير للحرفي اللي غير يعني لا يملك مهنة. حتى احنا ما بنناقش قاعدين اليوم اللي صاحب المهنة لا يمكن يتعامل مع المصانع بالحد الأدنى, الدارسين في الجامعات لا يمكن. احنا بنحكي على الشباب بمقتبل العمر هذا الحد الأدنى بيبدو. وانا اتحدى حتى غالبية المصانع اللي عندها ذرة اقتدار ما بيقبلوش فيه, بيعطوا اكثر من هذا الحد. لكن اليوم راح يستفيد منه العاملات المنازل, راح يستفيد منه عدم مؤاخذة. احنا لما بيجيبوا البنغالي والهندي اليوم وبيكلف الصناعة السكن وبيكلف التصاريح, واليوم بدك ترفع الأجور بده يكون ضمن هذا المنظومة. يعني احنا اليوم ما انصفنا عاملنا الأردني وقلنا نرفع الأردني, مش يعني الموضوع معقد, الموضوع صعب, الموضوع نعم في نظرة للمواطن, ولكن احنا يجب ان نكون اللي بيبحث في هذا الموضوع على دراية وعلى تخصص. وفي لجنة مشتركة زي ما تفضل الدكتور بين القطاع الخاص اللي هي غرفة الصناعة ووزارة العمل والقائمين على نقابات العمال. احنا بكرر خوفنا انه يصير في اما يقلصوا من العمالة بعض الصناعة حتى تستمر. ايضا في خطورة ان بكرة يأتمتوا الماكينات زي ما صار في اوروبا. قديش لما صارت الارتفاع الاجور في اوروبا قديش صناعيين أتمتوا ماكيناتهم صارت لا تعتمد, بطلت تعتمد لا تعتمد على العمالة, وهذا خطورة كبيرة. يعني صرت أنت في مقابل 10-20 عامل أنك تجيب ماكينة زي الروبرت هاي اللي أتمتوا تصير يطلع خارج العمال. إحنا بدنا نبقي على مصانع عاملة حتى نتقاسم هاي اللقمة كلياتنا مع بعض. طيب أسمع وجهة نظرك أستاذ أحمد, والحديث عن الحد الأدنى للأجور هل هو حديث عنه اليوم مناسب ولا كان لازم نحكي عنه أصلا قبل هذا الوقت, ولا نستنى شوي صغير وبعدين نفتح هذا الملف؟ يعني أنا تقديري مع احترامي لما تفضل فيه الأستاذ الجغبير ممثل غرفة صناعة عمان, موضوع المشكلات الصناعية اللي بواجهها الصناعيين ورجال الأعمال في الأردن ليست من قريب أو بعيد لها علاقة بالعامل. علاقتها بالعامل لها علاقة بمستوى المهارات, وهذا مرتبط بقضايا إدارية, مرتبط بنظام التعليم, مرتبط بالسياسات التعليم في الأردن, مرتبط بالسياسات الاقتصادية وسياسات التشغيل. أنا تقديري للأسف الشديد في السنوات الأخيرة وفي الربع القرن الأخير تم التعامل مع حقوق العاملين باعتبارها ميزات تنافسية لجذب الاستثمارات وتشجيع الاستثمار, وللأسف الشديد النتائج كانت انعكست. إذا طلعنا على مؤشرات الفقر ومؤشرات التفاوت الاجتماعي سنجدها أوضاعها كارثية. صحيح الحد الأدنى للأجور هو حد يعطى للناس غير المهارة في العالم كله اللي بيقدوا يعني وغير مؤهلين يشتغلوا في هاي القطاعات الاقتصادية, ولكن للأسف الشديد وفق أرقام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ما يقارب 20% من العاملين بأجر ومسجلين في مؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رواتبهم 200 دينار فما دون, يعني بين 190 وبين 200 لأنه بيقدرش يسجلوا أقل من 190. بالإضافة إلى ذلك هناك أعداد كبيرة في القطاعات غير المنظمة غير المسجلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رواتبهم تقل عن الحد الأدنى للأجور, وبالتالي أصبح التعامل مع الحد الأدنى للأجور باعتبار أنه هذا أجر والناس مكيفين عليه وأصحاب العمل بيعتبروا أنه هذه ميزة لهم. أنا تقديري مفهوم الحد الأدنى للأجور لما نشأ في العالم هو مفهوم اجتماعي, بمعنى آخر هو الدخل الأجر الذي يحصل عليه العامل مقابل أداء مهمات معينة في المهن المتدنية جدا اللي بدهاش مهارات عالية واللي بتوفر له حياة كريمة, وهذا مرتبط بمنظومة معايير العمل الدولية اللي كرستها الشرع العالمي لحقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية وحتى الدستور الأردني عندما تحدث عن شروط عمل مرضية ولائقة وطالب بوجود قانون عمل يوفر هذه القضايا. أنا تقديري استمرار التعامل مع الحد الأدنى للأجور مع ملف الأجور بالذات باتجاه الضغط عليه وعدم رفعه من شأنه أن يضر الاقتصاد الأردني, من شأنه أن يضر المجتمع الأردني ويزيد معدلات الفقر والبطالة. تصريحات رئيس الوزراء قبل أسابيع بتقول أنه 25 ألف أسرة جديدة تطالب بالتسجيل في صندوق المعونة الوطنية, هذا نتاج سياسات اللي كان جوهرها الرئيسي
الضغط على الإنفاق تجاه الأجور، لأنه حتى في القطاع العام لم ترتفع الأجور بشكل كويس. ملف الأجور كله يجب أن يفتح، ولكن حد الأدنى أجور الآن وقته، معدلات التضخم عالي جدا، مستويات المعيشة عالي جدا، يقل 190 دينار تقل عن نصف خط الفقر المعترف به من قبل الحكومة الأردنية، وبالتالي يفترض إعادة النظر فيه ورفعه إلى مستويات لا توفر حياة كريمة للناس وتوفير حق. وفي العالم مدارس وضع الحد الأدنى للأجور واضحة، لا تخضع للمفاوضة بين أصحاب العمل والعمال، هذا قرار حكومي يؤخذ بعين الاعتبار مصالح الطرفين، ولكن هذا أجر اجتماعي. الحكومة تقدر ما هو مستوى الأجر الذي يوفر حياة كريمة. وفي الأردن عندنا مستويين زي كل العالم، المنهجيات بتقول إما مستوى الإعالة، كل فرد في البلد في أي بلد كم شخص آخر يعيل. إحنا في الأردن مستوى المشاركة الاقتصادية 24.5% تقريبا، يعني كل شخص يعيل ثلاثي إلى جانب نفسه. بمعنى آخر إذا أخذنا خط الفقر اللي أقرته دائرة الإحصاءات العامة ومعترف فيه وبتعلن عنه الحكومة 68 دينار في 2012 للفرد شهريا، هل متحدث عن 277 دينار تقريبا أو 272 دينار تقريبا للدخل الأدنى لأسرة فيها أربع أفراد. إذا أخذنا الأسرة المعيارية 5.4، إحنا بنتحدث عن حوالي 377 دينار، هذا 2012، خذ 10 إلى 12% معدلات التضخم آخر 3-4 سنوات، إحنا بنتحدث عن ما بين 300 دينار وبين 400 دينار. حد الأدنى الأجور يفترض أن يقع بين هذين المؤشرين، غير ذلك يصبح مستوى سنتوقع مستويات تفاوت تزيد، مستويات فقر تزيد، مستويات عزوف على العمل للشباب تزيد. طيب اسمع وجهة نظرك بكل ما سمعت استاذ حماده، والحديث انه رفع الحد الادنى للاجور واجب، لكن هناك قلق لدى الصناعيين لدى اصحاب العمل انه هذا الحكي ممكن يتسبب باغلاق مصانع، وشهدنا اغلاق مصانع خلال الفترة الماضية، وليس الحد الادنى للاجور وحده هو ما يحدد ذلك. هذا بداية. لكن استاذ احمد يرى انه بناء على الدراسات بناء على الارقام من 300 الى 400 دينار. وجهة نظرك هل فعلا احنا بحاجة لهذه القفزة ضاعف الحد الأدنى للأجور، أم أنه إحنا ضمن الإطار المنظور ممكن نسهل الأمور على الطرفين ونخفض أيضا بعض الكلف على الصناعيين حتى يقدروا يظلهم منافسين في السوق وموجودين في السوق؟ أسمع شكرا. يعني أكيد عملية وضع الحد الأدنى للأجور ليست بهذه السهولة وهذه البساطة، وأنا فعلا لا أحبذ إطلاق القرارات أو التوقعات لأرقام قد تكون يعني مبالغ فيها إما بالارتفاع أو الانخفاض. العملية شائكة، وأنا حقيقة يعني أقر وأعترف بأن اللجنة الثلاثية لن يكون قرارها سهل، لأن خاصة في هذه الظروف بالتحديد لدينا في الطرفين في الاتجاهين، اتجاه العمال ومصالح العمال من حيث حاجتهم إلى أجور أفضل، والمستويات الارتفاع اللي تم على فيما يسمى بالرقم القياسي للأسعار اللي هو CPI بسموه، وهو كلف ما يسمى بسلة الغذاء اللي بحاجة فيها الإنسان وأثرها على حاجة الإنسان في إنفاقه، ومن جانب آخر طبيعة الاستثمارات الموجودة في المملكة وبالتحديد الاستثمارات الأردنية اللي بتعاني حاليا من مشاكل متعددة خاصة في التسويق الخارجي وإغلاق الأسواق أمامها، وبنشوف إحنا التأثر اللي حصل سواء في القطاع الزراعي في القطاع الصناعي في القطاع التجاري تأثير كبير جدا. نعم. عملية ليست سهلة في هذه الفترة بالتحديد. لهذا السبب أنا أعتقد بأنه يجب أن يكون هناك دراسة معمقة وأن لا نبالغ في أي أرقام مهما كانت. أكيد أولا يجب أن نعترف بأنه هناك فئة من العاملين يتقاضوا ما يقرب من الحد الأدنى للأجور الحالي اللي هو 190 دينار، ولكن هذه الفئة للأسف كما يعتقد البعض أنها الفئة الغالبة كما يقول، ولكن الأرقام تؤكد بأنهم لا يزيدوا على 8% من العاملين، وهذه أرقام مثبتة من الجهات الرسمية. 8% من العاملين يتقاضوا ما يقرب من الحد الأدنى اللي طيب. هو 200 دينار يعني أو بحدود 200 دينار تقريبا 8% فقط. طبعا أكيد لما نحدد الحد الأدنى للأجور أو نرفع الحد الأدنى للأجور سيتتأثر المستويات الأعلى أكيد، ولكن إذا تحدثنا عن التأثير المباشر فهو تأثير محدود في إطار 8% فقط. إذا تحدثنا عن التأثير المباشر أكيد هناك ارتفاعات ستأتي، لأنه يعني صاحب العمل كل ما عدد 8% بأخذ أعلى من الحد أعلى، يعني إذا تحدثنا عن 200 إلى 300 دينار مثلا فهم حوالي 10% فقط أيضا.
هذا بيعني انه التأثير بتقدر تعطينا ارقام بحدود الرواتب بعد اذنك حتى نعرف يعني الواقع الحالي التكرمت. للرواتب طبعا الارقام تشير زي ما حكيت تركز على الضمان الاجتماعي استاذ حماده دائرة الاحصاءات والضمان الاجتماعي كلها مجموعه ارقام طيب. تؤكد بانه 200 دينار بحدود ال 200 دينار هم 8% من 200 الى 300 حوالي 10% و300 الى 499 29% و500 فاكثر هم او عفوا 500 فاكثر 29% و300 الى 499 هم 51%. كل هذا الكلام انا لا اريد ان اقول بانه فعلا التاثير سيكون قليل، ولكن انا تحدثت بانه التاثير المباشر سيكون على هذه الفئه اللي هي 8%، ولكن الارتفاعات اكيد ستتاثر كل مستويات الاجور الى حتى الى ال 500. وهون الاثر اللي بيولد القلق لدى اصحاب العمل بانه الرفع للحد الادنى للاجور سيتاثر فيه تقريبا احنا قدرنا ما يقارب النصف مليون عامل من القطاع الخاص. إذا قارنا الأرقام بمستويات الأجور لما نتحدث التأثير المباشر على فئة ال 200 دينار ثم تأثير الأقل فأقل فأقل إلى مستوى ال 500 دينار نقدر أنهم حوالي نصف مليون شخص سيتأثروا بارتفاعات الأجور إذا فيما لو ارتفعت، وكلما زدنا قيمة الرفع ستتأثر المستويات الأعلى بشكل أكبر. هذا أكيد بيولد قلق لدى أصحاب العمل وراح يكلف أعباء مالية كبيرة عليهم في نفس الوقت. لسه اللجنة لم تنهي أعمالها حتى نقدر أو ممكن نقدر ولو تقدير مفهوم. قريب في الكلف النهائية التي سيتأثر فيها القطاع الخاص وأثر ذلك على بعض الصناعات وبشكل خاص الصناعات التي تعتمد اعتماد كلي على المنافسة مع الأسواق الخارجية. هذا شيء يجب أن نعترف فيه بأنه موضوع الأسواق الخارجية لها أثر كبير جدا في قدرة المنتج الأردني على تمالك نفسه والاستمرار في عملية الإنتاج. من جانب آخر أكيد ويجب أن لا ننكر ذلك أنه مستويات الفقر المطقع والفقر المطلق ارتفعت في السنوات الأخيرة، فوصلت يمكن الرقم الحالي على فكرة هو حاليا للفقر المطقع هو 28 دينار للفرد الواحد، هذا ارتفاع عن عام 2014، والفقر المطلق 143 دينار للفرد الواحد، طبعا نحكي عن الشهر. يعني هاي المستويات الفقر اللي إذا قارنا الحد الأدنى للأجور بأرقام الفقر فأكيد رقم الحد الأدنى للأجور هو أعلى حاليا من معدلات الفقر المقدرة للسنة الحالية أو بالأحرى لـ 2015. ولكن هي ما يقلق هو في موضوع قدرة العاملين على استمرارهم في العمل هو موضوع الإعالة، معدل الإعالة في الأردن هو المقلق، لأنه موضوع الحد الأدنى للأجور ليس فقط للفرد الواحد، فهو أكيد الفرد الواحد يعيل حسب الإحصائيات يعيل 4 أشخاص منهم نفسه هو الشخص نفسه. هذا معدل الإعالة، هذا الدول العربية يعني تتميز فيه بأنه الفرد الواحد يعيل أكثر من شخص وبالتالي لا يعيل نفسه فقط. فإذا تحدثنا عن الفقر المطلق وهو 143 دينار، فإذا بدنا نضيف عليه أعباءه في الأسرة وأعداد اللي بيعيلهم فأكيد هو بحاجة لأكثر من ذلك. هاي المعادلة الصعبة بالأرقام وبالنسب اللي تحدثنا عنها بتعني أنه هناك يعني حاجة للطرفين للاهتمام بهذه الجوانب والدراسة العميقة بحيث لا يكون هناك تأثير بالقدر الممكن. قد تطرح في بعض الأحيان استثناء بعض القطاعات، قد يطرح في بعض الأحيان استثناء، حتى في فترة من فترات كانت طرحت قضية استثناء أو تحديد الحد الأدنى للأجور حسب الأعمار، ومع أنه هذا شيء ليس بالسهل في هذه الفترة بالتحديد لأنه عملية الأعمار وعملية الدخول إلى سوق العمل ومدة سنوات الخدمة ليس بهذا الأسلوب بهذه البساطة لنحدد حد طيب. الأدنى للأجور بأثرها. واضح جدا. أنا بدي أسمع وجهة نظرك أستاذ فتحي، وبنحكي 8% من العاملين بس اللي 200 دينار وننظر بعين الاعتبار انه في اثار مترتبه ماليه ضخمه على الصناعيين. احنا ما شو بدنا حل، ما برضه لا احنا ما احنا مش ضد انا ترى احنا متفقين مع وزاره العمل واحنا ملتزمين اكثر من الحكومه بزياده الاجور. يعني احنا كل كذا سنه، اخر مره دكتور متى كان رفع اجور العماله؟ 2012 الحكومة متى آخر مرة رفعوا رواتب الموظفين؟ إحنا ما بدنا الحمل كله يروح على إحنا قلت لك إحنا مستعدين نتقاسم لقمة العيش مع العامل مع موظفين. مشكلتنا إحنا يعني هذا بده ينعكس أيضا على الضمان الاجتماعي
زي ما تفضل عطوفته انه هذا ايضا بينعكس على كل الاجور. يعني انت ما بتقدر يكون عندك 8% بالمصنع يرتفع رواتبهم وتنسى الباقيين. يعني بدون حتى اللي باخذ 2000 دينار بده ينزل راتب. هذا انعكاسه على كل العمل. احنا مشكلتنا كالتالي، المفروض لما احنا عملنا اتفاقيات على الاقل بالدول العربيه انه نتطلع من هذا المنظار. لانه انت اليوم المصنع اللي في الاردن في عمان في اربد هو نفس المصنع اللي في جده، لانه انسيابيه التبادل التجاري مفتوحه بلا قيود. هذا اللي في اربد او في عمان تبع جده، الجده عنده كل الميزات بشكل عام، من طاقه الى تسهيلات الى فوائد اقل بنكيه الى ما فيش ضرائب بالمعنى، في زكاه 2.5%، كل هاي الميزات. وانت حاطه في الاردن الان الطاقه اغلى باضعاف حتى اجور العاملين، لانه معظم اللي بالخليج اسيويين، $200 ما بأسوأ حالاته الراتب. احنا ما بنطالب، ارجو من المشاهد الكريم يعرف انه احنا من هذا المجتمع، وانت بجوز تعرف ان انا زلمه يعني مش محسوب على رجال الاعمال بالمفهوم، لان انا زلمه يعني عسكري طول عمري واعرف شو معنات الحاجه والفقر. ولكن احنا هدفنا نبقي هاي المصانع قائمه حتى يظل هاللقمه نتقاسمها، والا بنطلع كلياتنا خارج المنظومه. ال- 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 انت فاتح الدول، يعني هون دور الحكومه تطلع على هذا الموضوع، انك انت فاتح هاي الدول على بعضها تجاره حره. ما نطلع الان على اوروبا، ما نفكر من ابعد من المنطقه اللي احنا فيها. ثانياً هذا الراتب القليل لو الحكومه راعت سعر الطاقه وسعر الكهرباء وسعر الديزل وانعكاساته الان هذا السعر 27، لكان حتى هذا الراتب القليل شوي يساعد. الفقر ما بيجيب بس انك تزيد الراتب وتزيد عليه الاسعار. اليوم احنا في زياده، احنا عندنا الضمان الاجتماعي ارتفع قبل فتره وصل لغايه بجوز 20% اكثر، 18 زائد بالمية رغم انه كان 16. عندنا الضريبة هاي اللي حطوها الحكومة 1% على استيراد المصانع، ما في بند، ما في، كله رسوم الفحص العينات رسوم الجمرك، ما ظل بند الآن من خلال آخر سنوات إلا وارتفع. اليوم أنا لأني بحكي على الصناعة، هذه معاناة الصناعة، لك الخيار يا حكومة يا نواب أن تبقي هالصناعة قائمة بالحد الأدنى، أو يعني أنا في ناس كثير بحكي بسياسة المؤامرة انه هاي الحكومة يعني عندها انها بدها تقضي على الصناعة. انا طول عمري بقول لا، مستحيل، ما يبدو انه تفكير خاطئ فقط، اتجاه غلط، بفهموش القضية، انما لكن الان تصير امشي مع هالمؤامرة انه فعلا في اشي ممنهج للقضاء على الصناعة. صناعة قاعدة بتشغل اليوم 240-250 الف عامل، ما بالك اذا قاعد بنطلع كل سنة كذا مصنع من البلد، ما بالك اذا صارت الناس فعلا تستغني على العامل وتجيب الماكينة اللي هي مع البدا بصير اوفر، شو بده يصير في واقعنا الان؟ انا ما بحكي على مستثمر فقط اردني، احنا في عنا مستثمر مش اردني، انتماءاته للبلد بجوز يكون زينا او اكثر او اقل انتماءه لفلوسه. اذا هو اعطيني اليوم، انا سمعت احد الاخوان على التلفزيون ونائب البرلمان بيقول احنا زمان كنا نقلل الاجور مشان نستقطب الاستثمار، والله بالحرف الواحد. اما اليوم انا مش خايف، الاستثمار جاي غصب عنه على البلد. لوين جاي غصب عنه؟ قال لانه فيش بلد في العالم صارت امنه غير الاردن، فهيو جاي غصب عنه. هو اللي جاي غصب عنه مش لانه البلد بس امنه، بالظروف قاعد بيرجع لتركيا وبرجع لدول العربيه. اخواني يعني على الحكومه وعلى النواب بطلوا الشعبويه، يعني احنا قضيه، انا بعرف ناس نواب بيحكي على البرلمان وشغله وعلى التلفزيون، ولما تقعد انت وياه انفراد ومع الحكومه بيحكي شكل ثاني. هذا بلد بلدنا كلياتنا، لا زاود على بعض ولا نعمل شعبيات مردودها علينا سلبي. احنا الصناعه ما ظل لنا في الاردن الا شويه صناعه، وهذول العمال يعني الحكومه ما عندها، احنا عندنا لازم في كل سنه اكثر من 75 فرصه عمل توجد الاردن. اليوم وين بده يروحوا هذول العمال؟ وين الموظف؟ وين المهندسين؟ وين بده يروحوا؟ يروحوا على الحكومه، ما فيش حكومه بطل يستوعب. اذا ما بقى لنا الا القطاع الخاص بشكل عام وبالذات الصناعه، اكبر مشغل للعماله في العالم الصناعه. ايضا ما في دوله صناعيه حقيقيه الا صمدت في وجه الازمات الاقتصاديه. المانيا الدوله الوحيده اللي صمدت، وما زالت اليوم الحكومه الالمانيه بتدعم الصناعه تبعها. ليش؟ تعرفه الكهرباء في المنازل في المانيا ضعف التعرفه للمصانع. هل مرسيدس، شركه مرسيدس بحاجه لدعم؟ لانه هو بشغل عماله. في امريكا لما صارت الازمه الاقتصاديه مليارات دعمت الحكومه الامريكيه للصناعات السيارات والصناعات الكبرى لما صارت اغلاقات. طيب. في الصناعات واضح استاذ احمد، وخليني اكون واضح، الحديث عن
انه 8% فقط باخذ ما يقارب ال 200 دينار، وعندنا 200 ل 300 10%، والنسبه الكبرى من 300 ل 500 دينار، والمصانع راح تسكر. المصانع ما تقدر تتحمل، في 250 الف عامل، اين الحل؟ والعامل بده برضه يرفع راتبه حتى يقدر يعيش. يعني انا بدايه يعني موضوع الشعبويه في التعامل مع قضايا الاجتماعيه، يعني من حيث المبدا انا ما بحب نحكي فيه، لانه بالنهايه المجتمع متنوع، مصالح الناس متنوعين، وبالتالي كل طرف معني يدافع عن وجهه نظره وحط المبررات العلميه ذات العلاقه. قصه المصانع تسكر، انا تقديري هذه فزاعه يمكن ان يعني تستخدم لاجل الضغط على الاجور. كل المشكلات تفضل فيها الاستاذ فتحي وله كل الاحترام والتقدير، وقطاع الصناعي له كل الدعم من اجل الاستمرار في التوسع، ولكن كل المبررات اللي ذكرها ليست لها علاقة بأجور العمال. مشكلة القطاع الصناعي في الأردن ليست العمال وليست أجور العاملين، لأنها هي أصلا منخفضة، بدليل ذلك الرغبات المتواصلة للعاملين بحب يروح يشتروا بدول الخليج. مستويات الأجور في مختلف دول الخليج أحسن من الأردن، هذا واحد. اثنين، قصة أنه 8% بأخذوا حوالي 200 دينار، أنا تقدير أرقام مؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في تقريرها الأخير 2014 تقول خلاف ذلك، تقول انه 20% بياخذوا اقل من 200 دينار، بس هم مش بياخذوش اقل من 190 دينار لانه القانون بيمنع ذلك. الغالبية الكبرى من العاملين في القطاعات غير المنظمة، اللي بيشتغلوا في المدارس الخاصة خاصة المعلمات، واحنا سبق عملت حلقة عن هذا الموضوع، اللي بيشتغلوا بصالونات التجميل، السكرتيرة، نتحدث عن عشرات الالاف من العاملين والعاملات، حتى الحد الأدنى الأجور ما بيأخذوه. بمعنى آخر هناك ضغط شديد. أنا رأيي موضوع الصناعات وموضوع دعم الصناعة في الأردن مشكلته لا تكمن في أجور العاملين، لأنه انضغط على أجور العاملين منذ ربع قرن ولدرجة الانفجار، لدرجة أنه التفاوت الاجتماعي كبير، لدرجة أنه الناس الموظفين عشان يعيشوا كويس بده يضطر يشتغل كل يوم 15 ساعة عشان يعيش حياة الكفاف، حياة الحياة العادية جدا. لما تحدث عن مستويات أجور 420 دينار زي ما بتحكي أرقام دائرة الإحصاءات العامة، أنا لا يجوز أشكك فيها، مستويات الأجور في الأردن 420 دينار حسب آخر أرقام دائرة أرقام 2014 الخاصة بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وأنا تقدير أرقامهم أكثر دقة من أرقام دائرة الإحصاءات العامة لأنه بيعتمدوا على الرقم الحقيقي اللي بينزل عندهم. 89.5% 87.5% بيأخذوا أقل من 500 دينار فما دون، أنا بتحدث عن 10% بيأخذوا 500 دينار فما فوق. أنا يعني في ظل هيك معطيات يجب أحل مشاكل القطاع الصناعي باتجاهات أخرى، بمعنى لازم يعاد النظر باتفاقيات التجارة الحرة اللي الحكومات المتعاقبة ورطت القطاعات الصناعية فيها. طيب. مع أنه القطاع التجاري بالأمس أصدر بيان، رئيس غرفة تجارة الأردن أصدر بيان بيدعم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 250 دينار حتى أكثر من التوقعات، ونشرته وكالة نعم التجاري، وبالتالي يعني هناك أيضا تفاوت لدرجة تأثير الأجور على طيب مستويات العاملين. اسمح لي اسمح لي بس جملة صغيرة بس أعقب على أي واحدة. بس إيش بتعقب عليها؟ إيش أعقب عليها؟ صديقي العزيز بيقول إنه إحنا بروحوا للخليج، كل نقاشنا الآن بدور حول ال 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 يعني الأنسكيلد اللي غير، ما في حدا عدم مؤاخذة محترم خريج هندسة إعدادي عمره 18 بروح على الخليج، اللي بخليج بروح إما متدرب ماهر أو جامعي. طيب. إحنا كل نقاشنا على اللي بيبدأ حياته الأولية في المصانع بهذا بعدم اقتدار، بده سنة ليتعلم. طيب. ما في بالمصانع بعد سنة أو ست شهور بني أنا تحدى في المصانع. طيب. أنا بأيدك أنا تماماً. أنا متجاوز الوقت يا سكرتيرة وهذا نعم في ظلم. طيب. أنا بأكد في هذا. طيب. طيب. ماشي. إحنا هنحكي عن الرقابة تحديداً على حد الأدنى الأجور. سنواصل الحوار بعد فاصل قصير. قبل الفاصل أذكر فقط بالنسب الأولية لسؤال شارك ليلى عبر تطبيق رؤية، والسؤال يقول: هل تعتقد أن الزيادة على الحد الأدنى للأجور يجب أن تكون 30 دينار 6%، 50 دينار 68%، تعويم الحد الأدنى 26%؟ بعد الفاصل سنواصل، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مستمرون بحوارنا وضيوفنا الكرام، وأذكر مرة أخرى بالنسب الأولية لسؤال شارك ليلى عبر تطبيق رؤية، والسؤال يقول: هل تعتقد أن الزيادة على الحد الأدنى للأجور يجب أن تكون 30 دينار 6%، 50 دينار 68%،
تعويم الحد الأدنى 26%. وعشان نحكي بصراحة أستاذ حمادة، قبل ما نيجي نحكي رفع الحد الأدنى للأجور، في أماكن، في مصانع، في شركات، في أفراد ما بعطوا الحد الأدنى للأجور. المدارس الخاصة هناك ملاحظات عديدة عليها، سكرتيرات المكاتب إلى آخره الكثير، وهي أمثلة ذكرها ضيوف الكرام. وين الرقابة؟ فعلا فيش رقابة؟ شكرا. أكيد هناك انتهاكات بخصوص الحد الأدنى للأجور موجودة في قطاعات، ولكن ما لازم نعمم، يمكن أكثر قطاع هو قطاع التعليم الخاص للأسف طبعا، ويمكن يكون المكاتب وأعمال السكرتارية اللي بيكون في صعوبة في الرقابة عليها، لأنه مكاتب تستخدم شخص أو أكثر. هذا بيعني أنه عملية الالتزام بالحد الأدنى للأجور تحتاج أكيد رقابة، ولهذا السبب إحنا بدأنا في حملة في الشمال، بدأناها في إربد، حملة تفتيشية وأيضا توعوية للعاملات، والحمد لله جابت نتيجة جيدة. لأنه إحنا للأسف زي ما حكيت لك أنه التعليم، القطاع التعليم الخاص بالمدارس الخاصة بالتحديد هي أكثر القطاعات اللي بتخالف الحد الأدنى للأجور، وبلغت حتى وصلت الأمور لأنه شهريا كنا نضبط حوالي ما يقارب 300 مخالفة في المدارس الخاصة للحد الأدنى للأجور. هذا سببه أسباب متعددة وعوامل متعددة، ولكن أنا أحبذ أنه لا نعمم هذا الأمر، لأنه باقي القطاعات ندرة نجد فيها هذه المخالفات. يعني إذا تحدثنا عن القطاع التجاري والقطاع الصناعي وحتى الزراعة ليس فيها مخالفات بهذا الشكل في الحد الأدنى للأجور. القطاعات فعلا محدودة ولكنها أكيد ظاهرة لا يمكن السكوت عنها. إحنا الآن في حملتنا من نتائجها اللي بدأناها في منتصف 2015، من نتائجها أنه معدل المخالفات انخفض في المنطقة الشمالية بالتحديد وفي إربد، المشروع بدأ هناك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، انخفض بحدود 60% عدد المخالفات اللي بتحصل، وركزنا على المدارس اللي بتخالف باستمرار، وبدأنا في التعامل مباشرة مع المعلمات اللي بدأوا يعوا أهمية التمسك بحقوقهم. هلا بدأنا هذا المشروع ونشرناه في كافة مناطق المملكة، ومفتشين الآن بيركزوا هذا القطاع بالتحديد. ولكن زي ما حكينا الموضوع الحد الأدنى للأجور، ليش أنا تحدثت عن الموضوع نسبة الناس اللي قاضوا الحد الأدنى للأجور أو ما قاربوا؟ كل الصناعات، كل القطاعات موجود إلى حد، في إشي مستثنى مش هيك؟ بالنسبة للحد الأدنى للأجور، لا، الحد الأدنى للأجور الأخير شمل كافة القطاعات طبعا. النسيج، الغزل، إيش هو؟ فقط لم يشمل العمالة الوافدة في آخر قرار، يعني كان القرار للعمالة الأردنية، فالعمالة الوافدة بشملها القطاع القرار السابق. ولهذا السبب أنا يعني بهمني أؤكد بأنه من خلال استطلاعنا معظم القطاعات ملتزمة بالحد الأدنى للأجور، وحتى أكثر من ذلك في المراحل المتقدمة من خدمة العامل. ولهذا السبب إحنا ما لازم نخشى كثير من موضوع الحد الأدنى للأجور بالنسبة لمن يطالب برفعه، لأنه هو يعني ينحصر عادة في الداخلين الجدد إلى سوق العمل. فأكيد في بعض الأعمال والصناعات والمهن عندما يدخل العامل إلى في مرحلة الأولى، وإحنا شفنا في الضمان الاجتماعي من خلال استقرارنا الأرقام بين إنه في المراحل الأولى يكون العمل بالحد الأدنى للأجور، ثم يتقدم العامل في أجوره ولو ببطء أحيانا في بعض القطاعات. حتى القطاعات اللي غير قادرة على رفع الحد الأجور بشكل كبير رفعت، يعني مثلا إذا تحدثنا عن المحيكات، قطاع المحيكات اللي هي المناطق الصناعية المؤهلة، اتفقنا معهم ووقعنا معهم اتفاقيات ألزمناهم بأن يرفع الحد الأدنى أو الأجور، يرفع الأجور سنويا بمعدل لا يقل كحد أدنى عن 5 دنانير. والقطاع المحروقات مثلا البيع عدة مرات، احنا كوزارة عمل رغم انه هذا دور النقابات العمالية تتفاوض مع القطاع الخاص لرفع الحد الأدنى للأجور، وهذا الجانب اللي انا بهمني اركز عليه في هذا المرحلة، وكنت اتمنى ان يكون ممثل عن النقابات العمالية موجود لنركز الضوء اكثر على الدور رفع الأجور من خلال التفاوض المباشر بين العمال. وكثير من النقابات نجحت في ذلك، فنجد أن كثير من القطاعات فيها الأجور تفوق حتى يعني 500 دينار في بعض الصناعات والأعمال. سبب ذلك أنه نشاط النقابات المهنية أو العمالية أدى لأنه التفاوض المباشر مع أصحاب العمل والضغط اللي مارسته هذه النقابات حقق مكتسبات، ويمكن أن ننكر ذلك في كثير من القطاعات.
بهمنا احنا ان ننشر هذا الوعي اكثر بحيث يكون للنقابات دور اكبر في التفاوض المباشر، والتفاوض المباشر بيعني انه هناك مصالح تلتقي بين اصحاب العمل والعمال على نقطه التقاء واحده فيما يتعلق بالاجور، ويكون هناك رضا من الطرفين، وهذا افضل من انه يقرر الحد الادنى للاجور او مستوى اي مستوى من مستويات الاجور بقرار يعني تنفيذي بمعنى من جهه، سواء حتى لو كانت اللجنه الثلاثيه او اي جهه اخرى بشكل عام على مستوى المملكه. ولكن اذا راينا بان الحد الادنى للاجور الهدف منه حمايه الفئه الضعيفه اللي تدخل لاول مره سوق العمل فهذا شيء ايجابي، ولكن بعد ذلك يجب ان تاخذ النقابات العماليه دورها الحقيقي في التفاوض و تعزيز مستويات الأجور ورفعها بشكل مباشر. واضح جدا. طيب خليني أسأل سؤال أستاذ فتحي. تعويم الحد الأدنى للأجور، خلص كل شركة تحط سعرها، واللي بيحب يشتغل أهلا وسهلا، واللي ما بيحب يشتغل ما والشركة إذا ما أعطت رواتب محترمة الناس ما راح تشتغل لأنه ما بتوفي معها. خليني قبل أجاوبك على السؤال أقول لك أذكرك في شغلة إحنا وللأخوة الحضور والمشاهدين، انه اكثر من 97% من الصناعه، انا بحكي على الصناعه الان، انا الان لا امثل كل القطاع الخاص، الان امثل الصناعه، 98% 97% من صناعاتنا هي متوسطه وصغيره، هي يعني في جزء منها كبير حتى الاصغر من الصغير، بمعنى اخر مشاريع احنا قاعد الحكومه بالذات وممثله في جدكو انه بنساعد الناس على انه نعمل مشاريع بسيطه وصغيره، كمان اذا اجبرناهم اليوم في الحد الادنى، ما هو انتوا انا اللي قاعد بركز عليه صديقي العزيز بيقول انه لا مش فقط طبعا مش الاجور مش مشكلتنا فقط، يا ريت خذوا العوامل الاخرى وضاعفوا الاجور، لانه احنا لما ياخذ العامل حقه بالاجور بزيد انتاجيته، احنا جزء من هذا الوطن، احنا اخواننا اهلنا طول عمرنا حراسين، يعني ما تفكرش انه كل الصناعيين يعني وارثين، احنا اليوم في الصناعات المقتدره بتعمل برامج مش يعني الحكومه ما بتجبرها عليه، في شركات الان وانا مستعد على الهواء اذكرها بتعمل التأمين الصحي، بتدرس إذا ثبت عندها العامل أو الموظف أكثر من 5 سنين بتدرس أولاده بالجامعات اللي بجيب فوق 80، في مكافآت، إحنا حتى في المصانع الصغيرة قاعد حتى يعوض هذا الوضع، وهي بيسمعونا عمالنا وبيسمعونا الموظفين إنه والله إذا خلصتوا هاي الطلبيات إذا زاد الإنتاج إذا سهرتوا زاد، غير القانون العمل الإضافي إنه في مكافآت، يعني صاحب المصنع بالنسبة للعمال وولاده هم إله، وخاصة أنه كله يعني مصانع صغيرة والعائلة، صاحب المصنع بيعرف كل عماله، هذا بشكل عام هو الأردن، مش مصانع ضخمة وإدارات كبيرة، هذول الكبار مش مقصرين للأمانة، يعني كل رواتب لا يمكن أتحدى بالشركات الكبرى تلاقي هذا الأجور مطلقا، القضية في أنه غالبية الأردن مصانع صغيرة ومتوسطة، كل همي أنا مش أنه ما ينزاد العامل، لا بالعكس نقاسم اللقمة، يعني إذا بدك نعوم خلينا نشوف الأرباح، وإذا برضو الآن عمالنا هنا على الهواء، إذا برضو نقسم الأرباح على العمال وخلي صاحب المصنع يطلع له حصة بالأرباح، موافقي، وأنا بحكي هاي نيابة عن كل المصانع الصغيرة والمتوسطة، إحنا اليوم في مصانع وأنا بعرفها، أنا بعرفها إنها بتستدين الرواتب، أنا ما بقول مشكلتنا الرواتب، أرجوك مرة ألف مش مشكلتنا الرواتب، يا ريت تصير الأمور كلها صحيحة، يعني بدك تقارن بالدول الجنبي، دول جنب الطاقة أرخص والجور أرخص، كل هاي العوامل مشتركة، وراحت الحكومة عملت كل الاتفاقيات، اليوم عامل اتفاقية مع تركيا هيو معروض على البرلمان، أشوف بتع النواب بالبرلمان كيف بده يوقفوا بوجه الاتفاقية مع تركيا، مين قال الأردن ممكن يواجه تركيا بالصناعة؟ كيف والله اللي تغلق نص المصانع مرة واحدة، بالذات المصانع اللي بتعمل التلفزيون ولا مش عارف مين بده يقدر تركيا الآن؟ الآية معروضة للنواب، النواب يتحدوا يوقفوا الأمور، ما هو أنا قلت لك يا أخي أقول لك خلي الحكومة تراقب المصنع اللي بربح، خلي يزيد الأجور 3 أضعاف كمان، أنت بتعرف إنه نسبة مصانع كثيرة، وأي سامعين أصحاب مصانع وصاحبين العمال بيعرفوا في عمال بتقاضى راتبه بعد 15 شهر و20 شهر وبتداي صاحب مصنع مشان يمشي، طب إذا أنت بدك تعمل هاي الضغوطات من الرواتب و إلى آخره، ما أنت بكرة بتغلقه، لا نقرأ كتب أوروبا ونطبقها على الأردن يا إخوان، مش هذا كله بودينا حتى الإدارة اللي بنقراها مترجمة ما بزبط، كلياتنا عشنا برا ودرسنا برا، واليوم لما بتشوف مفهوم برا اذا منطبق مفهوم برا على مفهوم الاردن بدك يا شمولي، اليوم انت وزاره العمل بتقول لك لا تشغل واحد اقل من 18 سنه محقين، طب اللي اقل من 18 في اوروبا بصرفوا عليه الحكومه بعيشوه او لازم يكون في الجامعه او في المدرسه، اليوم في عائلات بتبطل ابنها في القرى مشان يصرف على اهله، اذا احنا طبقنا القانون ممنوع يشتغل تحت ال 18 بقعد عالي وبصير
يعني عدم مؤاخذة في انحراف. مشكلتنا في المتعلمين، مع احترامي وللي بدرس الدراسات أرجوك لا تأخذها شخصي، إنه قاعدين بترجموا لي اللي صاير في أوروبا يا أخي. يا بجيبوا لي، والحكومة بتفكر وبتجيب منها الدول المانحة وبتقول لك تعطينا أوامر. يا عمي اقروا واقعنا مشان الله، مش واقع لا يطبق ولا في طريقة ولا إشي. حتى الحديث مع العامل، اليوم عنا عامل أردني وانت ماشي، أنا صاحب مصنع كل معه السردين هو بوكل في استراحته، تسوى كثير من القضايا. في أوروبا بقول لك تأكل سبع لا سردين ولا قرود، سب علي وارفع راتبي. القضايا كلها مختلفة، احنا لازم عالمنا مختلف. لا تقول لي احنا جزء من هذا العالم، احنا جزء. الحكومة بتقول لما بدها بيصير تطبق قوانين وتعليمات. طيب. كل القوانين اللي قاعدين بنطبقها في الأردن مترجمة. طيب. ولا يحصل الترجمة تبعها. طيب أسمع وجهة نظرك لأنه وقتنا بداهمنا، أرجوك استاذ احمد تفضل. يعني انا بعتقد نعوم من حد الادنى الاجور، شو رايك؟ انا تقديري انا ابن الواقع، أكبر بس اكبر مكسب حققوه عمال الاردن في السنوات الماضيه اللي هو وضع الحد الادنى الاجور، وبالتالي هذا مكسب يفترض الا يتم التراجع عنه، لانه هذا مؤشر اجتماعي وهذا منصوص عليه في كل الابجديات حقوق الانسان بشكل عام، منها البني ادم. الانسان في الحياه يا عامل يا صاحب عمل يا بيشتغل مع نفسه، واحد من الثلاث. في جميع الحالات انا بتاكد على قضيه، عندما نرفع الحد الأدنى للأجور وينعكس ذلك على رفع مستويات الأجور، الذي سيستفيد أولا ليس فقط العامل، سيستفيد أيضا صاحب العمل، لأنه الانتفاق راح يزيد، الطلب على الخدمات والسلع سيزيد، وبالتالي الدورة الاقتصادية ستزيد، وبالتالي معدلات الأرباح ستزيد. جزء أنا أدرك بالتفصيل ما يعانيه القطاع الصناعي، ولكن القطاع الصناعي ليس كل الاقتصاد الأردني. القطاع الصناعي مشكلته تدمر ويتدمر نتيجة سياسات اقتصادية فرضتها الحكومات الأردنية المتعاقبة منذ ما يقارب الربع قرن، وبالتالي ساحة المعركة للصناعيين يروح يحاربوا الحكومة ويفرضوا عليها أنه إحنا موجودين لازم تشاركونا بصناعة القرار الاقتصادي. هذا واحد. طيب. القضية الأخطر العجالة، أرجوك وقتي بنتهي. القضية الأخطر أنا بعتقد أنه الأولويات لمواجهة هذا الأمر هو الإنسان الأردني الذي يعمل. الذي يعمل عندما يكون دخله لا يكفيه ل15 الشهر لا تتوقع أن يحدث في الأردن استقرار اجتماعي. طيب. معدلات الفقر تزيد يوميا، وبالتالي من هون نحكي أولوية زيادة الأجور ومستويات الأجور. طيب اللجنة الثلاثية متى متوقع أنها تعلن نتائج دراساتها أو مناقشاتها؟ يعني كترجيح فقط لا غير، يعني ممكن يكون خلال يعني هذا الشهر أو بداية الشهر القادم. بداية الشهر القادم. طيب احنا نترقب جميعا ما سينتج عن اللجنة الثلاثية ونشوف كيف الأثر ممكن يكون. بدي أشكركم كل الشكر ضيوف الكرام، احنا وصلنا نهاية حلقة الليلة، شكرا جزيلا لكم شرفتوني بحضوركم. وذكر في نهاية هذه الحلقة بالنسب النهائية لسؤال شارك الليلة عبر تطبيق رؤية، والسؤال يقول: هل تعتقد أن الزيادة على الحد الأدنى للأجور يجب أن تكون 30 دينار 7%، 50 دينار 71%، تعويم الحد الأدنى 22%؟ إلى هنا إذن نكون قد وصلنا لنهاية حلقة الليلة من نبض البلد. رؤية كما عهدتموها كانت ولا تزال، واستبقى دائما معكم منكم وإليكم. نلتقي غدا، تصبحون على ألف خير. شكرا لكم.